والموت آت ولا يدري المرء متى إتيانه. قد يكون المرء شابا يؤمل أن يجاوز في العمر 70 ولا يدري أن موته في الغد أو في اليوم نفسه. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فلا يغتر شاب بشبابه ولا صحيح بصحته ولا قوي بقوته، بل ينبغي أن يذكر نفسه بالموت وما بعده ليعد لما بعد الموت العدة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب.